وحول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد بلقاسم دبرس، عضو المجلس الأعلى للدولة. سيد بلقاسم، أهلا وسهلا بك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية سيد بلقاسم، بعد تدخل الخارجية المصرية في الشأن الليبي وزعمها بأن مجلس نواب طبرق هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، كيف تردون على هذا تدخل السفر؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين. قناة ناصر كل سنة والمشاهدين الأفاضل وكل الليبيين بخير، ينعاد عليكم إن شاء الله بالأمن والأمان والاستقرار والصحة والسلام والعافية. طبعا أنا في ما يتعلق بالتدخل المصري، هو لن يكون ليس الأول ولن يكون الأخير. من يوم الذي آلت فيه المقاليد السلطة العسكر على دولة مصر، تغير بالكامل التعامل مع دولة ليبيا، واصبحوا يرونها انها بي 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 الى حد ما، اعتقد في تقديري الشخصي، انهم يرونها بفوقية او بدونية، واصبحوا يتعاملوا معها ان لابد من قلقلة الاوضاع في ليبيا. وها هم الان يسيرون في هذا النهج لاكثر من 5 سنوات و4 سنوات. شوف، احنا كمجلس اعلى الدولة الرد كان واضح من خلال بيان، اعتقد ان البيان كان بصيغة قوية وعبارات قوية، تدخل سافر بكل معنى الكلمة. يعني لم يحترموا حسن الجوار ولا الأعراف ولا حتى قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالتسلح أو غيره. المجلس الأعلى للدولة هذه تقريبا للمرة الثالثة أصدر شيء بخصوص التدخل المصري، وطلب ذلك شخصيا، وحتى فيما يتعلق بالجامعة العربية وجودها في القاهرة. كان بداية العدوان من حوالي 4 شهور و10 أيام و20 كان ستعقد الجامعة العربية، وكانت محاولات من الكويت ودول معتدلة، دول لم تتدخل بالشأن الليبي، حاولت أن تعقد جلسة للعدوان اللي تعرضت للعاصمة. شوف، السلطات المصرية تدخلت بطريقة أو بأخرى ومنعت ذلك. يعني نحن لم يصلنا من مصر إلا كل ما هو سيء، لو مقارنة بدول الطوق سواء كانت الجزائر ولا تونس ولا السودان ولا النيجر ولا تشاد، حوالي 6 أو 7 دول مطوقون ليبيا وهي دول الطوق، كلها نتعايش معها بطريقة سلمية، فيها احترام متبادل، فيها حسن جوار، فيها اتفاقات أمنية لحد ما تحترم الطرف الآخر، توفر حياة كريمة على الأقل ومتساوية بين شعوب الدول. إلا مصر لم يصلنا منها إلا ما هو سيء: حروب، دمار، قتل، أسلحة داعمة للانقلاب العسكري بوضوح تام لا غبار فيها ضمن الليبيين بالكامل، أسلحة مصرية وذخائر مصرية الآن تنهال على أحياء مدنية في العاصمة، صناعة مصرية، قضايا فهاون وما غيره. السلطات المصرية، نحن قد نكون في هذا الظرف دولة ضعيفة أو خارجة من ثورة فيها نتج عنها ضعف إلى حد ما، هم مستغلين ذلك ويخلطون الأوراق، مخابراتهم تجوب، وهذه المعلومات يعني أعتقد أنها وصلتنا من قيادات عليا ومن أجهزة أمنية يعني عندها حرفية ومهنية، وحتى من أجهزة المخابرات. علمنا أن المخابرات المصرية متغلغلة وخاصة في الشرق الليبي بدرجة كبيرة، ونشوف احنا حتى في البرلمان، للأسف برلمان المهانة والتلكيف، عقد جلسة في القاهرة تحت العلم المصري، وهذا ما جعلهم يتجرؤون أكثر ويتدخلون في الشأن الليبي أكثر. وهم الآن ينادون بأن البرلمان هو الجهة أو المنوط به التصديق على أي شيء، هم يمهدون لشيء ما، وأنا في تصور الشخصي أن ما يمهدون لو إذا كانت هناك اتفاقات أمنية أو دفاع مشترك أو غيرها، فهم من هنا يعلنون أو يسبقون الآخرين بالإعلان على أن البرلمان، من برلمان المهانة والذل وللأسف وكانهم يمهدون له أن هو المنوط به التصديق على أي معاهدة في المستقبل وما إليه، بالتالي هم يمهدون لشيء ما. إن شاء الله ربي يكفينا شرهم إن شاء الله. نعم، عضو المجلس الأعلى للدولة سيد بلقاسم دبرس كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.